بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما وجاء رديفا كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم. الفضل هو ابن عباس ابن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، شقيق أخو عبد الله بن عباس، رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رديفه يعني راكب معه، رادف على بعيره، يكون خلف الراكب الأصلي الأول. فجاءت امرأة من خثعم، خثعم قبيلة من قبائل العرب تسكن بين الطائف وبالجرشي وأبها، تلك الساحل المنطقة. فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه العباس إلى الشق الآخر، يريد منه النظر إلى المرأة الأجنبية، وهي وإن كانت محرمة فيجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، لكنها كشفت وجهها لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يشكل عليها. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى الفضل عن النظر إلى هذه المرأة الأجنبية، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، يعني كان فرضها وأبوها شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، فهل تحج عنه ابنته أم يحج عنه ابنه، أم لا يلزم حجا أم يلزمه أن يحج هو بنفسه؟ فقالت: يا رسول الله، لا يثبت على الراحلة، أبا أحج عنه؟ يعني أؤدي فريضة الحج عن أبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. هذا هو الجواب المسدد الكامل، نعم، حجي عن أبيك ما دام أن أبوك لا يستطيع الثبوت على الراحلة والاستقامة عليها، فلا بأس أن تحجي عنه. فأخذنا من هذا أن المرأة يجوز أن تحج عن الرجل،
ومن باب أولى الرجل يحج عن المرأة كذلك، وأنه لا يلزم أن يحج المرء بنفسه إذا كان لا يستطيع، وأنه إذا كان يستطيع بماله فيلزم أن يحج بماله، وإن حج عنه أحد أولاده صح وإن لم يصل من ماله شيء. قوله: وذلك في حجة الوداع آخر حجة حجها المسلمون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنها لم يعرض لها نسخ، لم ينسخ هذا الحكم، بل هذا الحكم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، علما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج منذ هاجر من مكة إلى المدينة إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام. وسميت هذه الحجة حجة الوداع لأنه عليه الصلاة والسلام ودع الناس وبين لهم أحكام حجهم، وقال: لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا. فتوفي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه إلى المدينة. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، وهذا اللفظ هو لللفظ البخاري رحمه الله، فالحديث صحيح ولم يعرض له نسخ، فيجوز للرجل أن يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل، فإن كانت من تبرعة فلا بأس، وإن لم تكن متبرعة فيلزم أن تعطى نفقتها من مال الرجل الكبير الذي لا يستطيع، فإن كان يستطيع دفع المال دفع لها، وإن لم يستطع دفع المال فلا يلزمه شيء ولا يلزمه حج، إذا استطاع بنفسه لزم، وإذا لم يستطع واستطاع بدفع المال لزم، فإن لم يقدر على المال فلا يلزمه شيء. قال الشارح رحمه الله تعالى: مفردات الحديث. رديف: وزن فعيل، وهو الراكب خلف الراكب، جمعه أرداف وردف ورداف. خثعم: هي قبيلة قحطانية ينتهي نسبها إلى كهلان، تقع ديارها على طريق الطائف إلى أبها. قحطانية تنتسب إلى قحطان، وهم العرب العاربة، ليسوا من ذرية إسماعيل. فالعرب نوعان: عرب عاربة وعرب مستعربة. فالمستعربة ذرية إسماعيل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، والعرب العاربة هم قحطان لأنهم عرب أصول. تقع ديارها على طريق الطائف إلى أبها، تحد ديارها من ناحية الشمال والغرب قبيلة شهران، وتحدها من الجنوب والشرق ديار بلقرن. فجعل الفضل جعل من أفعال الشروع هنا وضع ليدل على أن الخبر بدأ في فعله، والفضل اسم جعل وجملة ينظر إليها في محل نصب خبرها. الشق: بكسر الشين المعجمة بعدها قاف مشددة، المراد به هنا الجانب. يصب وجهه لئلا يطالع المرأة ويحدد النظر فيها. أدركت أي لحقت، فالإدراك اللحاق، يعني فرض الحج وأبي ما يستطيع. شيخا كبيرا نصب على الحال، وكبيرا صفة، ويجوز أن يكون منصوباً على الحال، وهو من استبانت فيه السن يجمع على شيوخ وشيخان وغيرهما. لا يثبت على الراحلة الجملة صفة لشيخ بمحل النصب، والمعنى لا يدوم ولا يستقر، فلا يقدر على ركوب الراحلة، لأنه يسقط أو يميل أو يذهب
ما يصح أن يركب الراحلة إلا كود يمسك أو يربط بالحبال. أفأحج عنه، الفاء الداخلة عليه الهمزة معطوفة على محذوف، أي أيصح مني أن أكون نائبة فأحج عنه؟ نعم، حرف جواب وإعلام، وإن وقعت بعد الماضي فهي تصديق له. حجة الوداع بكسر الحاء وفتحها وتشديد الجيم، وهي التي ودع النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها، وإلا فهو لم يحج بعد الهجرة إلا هذه الحجة. الوداع بفتح الواو اسم من التوديع عند الرحيل، وهي الترك والمفارقة، سمي بذلك تفاؤلا للمسافر بالدعة التي يصير إليها في سفره إذا قفل. وحجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة. والرسول صلى الله عليه وسلم توفي في أول السنة الحادية عشرة. ما يؤخذ من الحديث؟ أولا، تحريم النظر إلى المرأة التي ليست بذات محرم. دليل ذلك صرف وجه العباس الفضل عن نظره إلى هذه المرأة، يصرف وجهه إلى الشق الآخر. الثاني، إبعاد الإنسان عن مواقع الفتنة وصده عنها. إبعاد صرفه نظر العباس عن هذه المرأة، لأنه إذا نظرها قد يفتتن بها. الثالث، وجوب إنابة المزمن غيره ليحج عنه وإن كان موسرا. إن كان موسرا فيلزم أن يحج عنه، وإن كان معسرا ولم يوجد من يحج عنه من أهله فلا يلزم. فإذا كان موسرا فيلزم أن يرسل من يحج عنه. رابعا، جواز نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس في أداء النسك. يعني أنه لا يلزم أن يكون الرجل نائبا عن الرجل والمرأة نائبة عن المرأة، بل يجوز أن ينوب الرجل عن المرأة كما يجوز أن تنوب المرأة عن الرجل. قال شيخ الإسلام: يجوز للرجل الحج عن المرأة باتفاق أهل العلم، وكذا العكس عند الأئمة الأربعة، وخالف فيه بعض الفقهاء. خلاف بعض الفقهاء لا دليل عليه. الخامس: إن من لا يستطيع أداء الحج ببدنه لا يلزمه أداؤه بنفسه، بل تكفي النيابة عنه، هذا في حال استطاعته بماله، فإن لم يستطع بالمال فلا تجب النيابة عليه، لقوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فيؤخذ من هذا أن من لم يستطع لا يجب عليه الحج إلا تبرعا ممن يقرب منه أو يعطف عليه لا بأس. وأما وجوب على الرجل أن يبذل من ماله أو يستدين وهو لا يستطيع فلا يلزمه ذلك. سادسا، ما دامت النيابة جائزة في فرض الحج ففي نفله من باب أولى وأحرى أن تجوز. يعني يجوز أن يرسل المرء من يحج عنه نفلا لو أنه حج فريضة الحج، لكنه يحب أن يرسل من يحج عنه له ذلك. سابعا، ترك الاستفصال في هذا الحديث يدل على أن النائب في الحج يأتي به ولو من غير بلد المنوب عنه، ولو كان أقرب منه، خلافا للمشهور من مذهب الإمام أحمد. كان يكون المنوب عنه يقيم بالشام، وأرسل من يحج عنه من المدينة، فيجوز هذا ولا إشكال، مع أن بعض الفقهاء قالوا يلزم أن يكون الحج من بلد النائب، وليس كذلك على الصحيح. ثامنا، في الحديث دليل على وجوب كشف المحرمة وجهها حين الإحرام،
ولكنه مقيد بعدم رؤية الأجانب كما في حديث عائشة الآتي. حديث عائشة رضي الله عنها تقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فالمحرمة تكشف وجهها إلا إذا حاذاها رجال أجانب أو كانت محضر منهم، فيجب عليها أن تغطي وجهها. تاسعاً، هذه المسألة حدثت في حجة الوداع أي قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأحكامها باقية لم تنسخ. باقية لم تنسخ لأنها في السنة العاشرة، لأنها الحج في السنة العاشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع الأول في السنة الحادية عشرة، يعني بعد رجوعه من الحج بهذا القدر. عاشراً، فيه بر الوالدين بالقيام بمصالحهما من قضاء الديون وأداء الحج وغير ذلك. يعني هذا من البر بالوالدين أن يقضي المرء ما وجب على أبيه أو على أمه، كما قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، بقي الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وبر صديقهما. خمسة حقوق ذكرها صلى الله عليه وسلم باقية، وهذا من البر وليس بحتم واجب، وإنما من كمال البر أن يبر الولد والده بهذه الأمور: الصلاة عليهما، الدعاء لهما بالمغفرة والرحمة، وصل عليهم بمعنى ادعو لهم، وإنفاذ عهدهما وصية الوالد ينفذها، وصية الوالدة تنفذها الأم والبنت أو الأبن إذا أمكن ذلك، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، يعني صلة رحم الوالد وصلة رحم الوالدة، الأخوال والأعمام يستحب صلتهم والإكرامهم وإعطاؤهم ما يستحقونه من البر والحنان والعطف، وبر صديقهما كذلك من الإحسان إلى الوالد أن تبر صديقه، من الإحسان إلى الوالدة أن تبر صديقة الوالدة، لما روي أن ابن عمر رضي الله عنه يقول: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر أن يصل الرجل قرابة أو صداقة والده. ولما رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنه أعرابيا في طريقه في بادية، نزل عمر بن عمر عليه رضي الله عنه وسلمه الحمار الذي كان يعتقب عليه، وسلمه العمامة وأعطاه كل ما معه، فقيل له: يرحمك الله، إن هؤلاء الأعراب يقنعون باليسير، يعني لو أعطيته العمامة تكفي، لو أعطيته الحمار يكفي، أنت سلمته كل ما معك. قال: إن أبا هذا كان ودا لعمر، صديقا لعمر، فأنا أصله من شان صداقة أبيه لأبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حادي عشر، جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة. إذا كانت تطيق الإرداف، كان يركب على الدابة اثنان أو ثلاثة إذا كانت تحملهم بدون مشقة، أما إذا كان يشق ذلك عليها فليس هذا من الإحسان إلى البهيمة، والواجب على المسلم أن يرفق بالبهيمة. ثاني عشر، جواز سماع كلام الأجنبية للحاجة إذا لم يخش فتنة وتقدم.
جواز كلام المرأة لسماع كلام المرأة الأجنبية للحاجة إذا كان هناك حاجة، ولا يجوز التشهي أو سماع كلامها من باب التلذذ بهذا الكلام أو نحو ذلك، بل يكون بقدر الحاجة وبدون أن يكون فيه رخاوة كلام المرأة، أن يكون فيه جد وحزم ولا يكون فيه ترخيم وتذلل وخضوع من المرأة للرجل، لأنها إذا كلمته بكلام رخيم ربما افتتن بها أو هم بها أو أنه لو مسها ما امتنعت، ولو أرادها لأمر فظيع ما امتنعت، فيحسن أن يكون الكلام قويا بعيدا عن الريبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: توفي والدي وأردت أن أعتمر عنها أو عنهما عمرة واحدة، فهل يجوز عمل عمرة واحدة أم لا بد من عمرة لكل واحد؟ بل يلزم أن تحج عن كل واحد على حدة، فلا يجوز أن تجمع الوالدين في حجة واحدة أو في عمرة واحدة. وعليك إذا لم تستطع تأدية الحج أو العمرة عنهما معا، فعليك أن تحج عمن لم يحج فريضة الإسلام، فإن كانا كلهم حجوا الفريضة أو كلهم لم يحجوا الفريضة فعليك أن تحج عن الوالدة، لأن برها أولى من بر الوالد. يقول: ما معنى مزمن؟ المزمن الأرم الثابت المستقر اللي ما يتحول ولا يخشى منه الشفاء ولا يؤمر ولا يؤمل فيه الشفاء. يقول السائل: هل يجوز أن يحج الصبي عن الكبير؟ يحج الصبي عن الكبير إذا لم يكن الحج هذا واجبا بل نفلا فيصح أن يحج، أما أن يؤدي فريضة الحج الصغير فإنه لا يصح أن يؤديها عن نفسه، من باب أولى لا يؤديها عن غيره. سائلة تقول: هل يجوز أن تحج المرأة من غير محرم؟ غير محرمها يجوز أن تحج المرأة عن محارمها وعن غيرهم، يجوز أن تحج أي امرأة عن أي رجل متى شاءت، سواء كان بإعطائه تكاليف الأجر الحج أو تبرعا منها. وفقكم الله، تسأل عن الحج بدون محرمها، يعني بدون أحد من محارمها. غير محرمها لوحدها. يجوز أن تحج المرأة عن رجل ليس من محارمها، لا تحج معه، لا تحج معه إن كان من غير محارمها، وإنما تحج مع محرم من محارمها، سواء كان حجها عن رجل أجنبي أو قريب منها. يقول السائل: هل قول الرجل ما شاء الله وشئت يكون من أكبر الكبائر؟ هذا محرم إذا قال الرجل للرجل آخر ما شاء الله وشئت. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أحد الرجال ما شئت وشئت غضب عليه الصلاة والسلام وقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ولا يجوز للرجل أن يقول ما شاء الله وشئت، لأنه إذا قال ما شاء الله وشئت جعل الاثنين سواء كأنهم الله وهذا الرجل، لكن الصحيح أن يقول ما شاء الله ثم شئت أو ثم شاء فلان، يأتي بثم الدال على التعقيب والتواول، ولا تكون ملاصقة
ومجموعة بواو، الواو تدل على المشاركة أن مشيئتهما واحدة. يقول السائل: تعارك جملان فنتج عن ذلك موت أحدهما، فهل يضمن صاحب الجمل الذي قتل الآخر أو لا؟ هذه مردها للقاضي، يرجعون للقاضي فيحكم بينهم بالحق. يقول: طلقت امرأة وتزوجت من بعدي، أو طلقت امرأة وتزوجت من بعدي وأنجبت بناتا، فهل يجوز لي مصافحة هؤلاء البنات والجلوس معهن؟ أنت محرم لهن بزواجك لأمهما، فزواجك بالأم أتكون محرما لبناتها سواء قلنا قبلك أو بعدك. وكون المحرمية يعني أنه لا يجوز أن تتزوج بإحدى بناتها. يقول: عبد قتل عبدا آخر، فمن يدفع الدية؟ هل العبد أم سيده؟ يرجعون للحاكم ويخبرهم بذلك إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز لشخص أن يحج عن غيره ويأخذ على ذلك مالا؟ يجوز أن يحج عن غيره ويأخذ مالا منه أو من غيره، يجوز ذلك إذا أخذ النفقة من أحد إخوانه المسلمين. تقول: المرأة تسافر للحج وحدها، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر مسافة يوم وليلة، وفي رواية 3 أيام بلياليها، إلا مع ذي محرم، لأنها لا تؤمن ولا تستطيع أن تحفظ نفسها، فيحفظها محرمها، فإن فعلت أثمت وصح حجها. وعند بعضهم أنه يجوز أن تسافر إذا كانت تثق من نفسها وهي كبيرة في السن ومع مجموعة من النساء يحفظونها، يجوز لها ذلك. ويقول أيضا: هل يجوز للرجل مراجعة امرأته وإن خانته حفاظا على الأولاد؟ نعم، يجوز هذا إذا التزمت بالمحافظة على نفسها، يجوز على صدقت في توبتها عما فعلت. يقول السائل: هل من الأفضل أن يكون حج البدل بمال يعطى للقائم بالحج أم لا يعطى مالا أفضل، وخاصة إن كان القائم بالحج ليس بقريب للميت؟ إذا كان هذا الطلب طلب المال من القائم بالحج فمن حقه، وإذا تبرع بالمال الذي يحج به عن المحجوج عنه فلا يطلب مالا فيجوز ذلك، هذا راجع إلى من يقوم بالحج. تقول السائلة، وهو سؤال مكرر كالذي قبله: هل يجوز أن تأتي المرأة للحج بدون محرم؟ هذا تقدمت الإجابة عليه، لا يجوز. وإن سافرت مع نسوة ثقات وملازمتها لهن فقد أجاز ذلك بعض العلماء رحمهم الله. يقول: هل الاطباع في جميع الأشواط؟ الاطباع سنة في جميع الطواف الأول، أول طواف تقدم به إلى مكة، فالاطباع سنة، إذا اطبعت فبها وإن لم تطبع فلا بأس عليك. والاطباع هو أن تجعل وسط الردى تحت إبطك الأيمن وطرفيه على عاتقك الأيسر، يعني تغطي العاتق الأيسر الذي يلي الكعبة وتكشف العاتق الأيمن استحبابا لا وجوبا. يقول السائل: هل أسجد على ركبتي أولا أم يدي؟ الأولى أن تسجد على الركبتين أولا أولا ثم اليدين ثانية، فإن شق عليك ذلك فلا بأس، فأت بما تستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول السائل: أين موقع الدعاء في الطواف؟
يدعى في سميع في سائر الطواف، في أوله يبدأ بالدعاء، وإن بدأ بالذكر فلا بأس، ولا بأس عليه أن يستمر في الدعاء، ولا بأس أن يستمر عليه في الذكر، وهكذا. يقول السائل: ما حكم المنتحر؟ هل هو كافر أم صاحب كبيرة وهو تحت المشيئة؟ إذا كان عاقلا مدركا لما فعل فهو آثم ويحرم عليه ذلك، ويكون أمره تحت حكم المشيئة، مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أما إذا كان فاقدا للعقل فلا بأس عليه، فقد عفي عنه ورفع عنه القلم. يقول: توفيت جدة لي بلا حج، وهل يجوز أن أحج عنها؟ يجوز لك أن تحج، ومن برك بها أن تؤدي فريضة الحج عنها، أو تؤدي الحج عنها وإن كان نافلة، ولا يلزمك ذلك. يقول السائل: ما الفرق بين المحبة والمشيئة؟ بينهما فرق، لأن الله جل وعلا يحب من عباده أن يطيعوه، وقد شاء جل وعلا لبعضهم الطاعة، كما شاء جل وعلا لبعضهم المعصية. فالمعصية الطاعة والمشيئة والمحبة مختلفات، فقد يطيع العبد ربه ويكون محبوبا عند الله جل وعلا، وقد لا يطيعه، وقد شاء الله جل وعلا عدم طاعته له. يقول السائل: ما حكم مجهول الحال في بلد يغلب على أهله الشرك، مثل عبادة القبور والاستهزاء بالدين؟ ينظر فيما يظهر لأهله ومن حوله من العلامات، فإن كانت العلامة أنه مسلم فيتخذه المسلمون ويتولاه، وإن كانت غير ذلك فلا، فعلى المسلم أن يتولى المسلم إذا غلب على ظنه أنه مسلم. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة بالدين، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.